مشاهدي قناه نايل لايف في كل مكان في داخل جمهوريه مصر العربيه وخارج جمهوريه مصر العربيه، احنا عدد سكان جمهوريه مصر العربيه الان تقريبا 106 مليون مواطن مصري، غير ان احنا عندنا 9 مليون ضيوف من كثير من الدول اللي للاسف الشديد عندها عدم استقرار في بلادها، يعني اذا كان الليبيين اذا كان السودانيين اذا كان اليمنيين اذا كان العراقيين اذا كان السودانيين يعني كده يعني، ومرحب بيهم طبعا في بلدهم الثاني مصر. عندك تقريبا 25 مليون طالب وطالبه كل سنه تقريبا، يعني السنه دي تقريبا هيبقوا 25 مليون طالب وطالبه بيدخلوا المدرسه. السنه الدراسيه كل سنه وحضرتك طيبين هتبتدي 21 سبتمبر باذن الله تعالى ان شاء الله يعني. وقبل كده في يعني هيبقى في المدارس الانترناشونال يعني هتبقى يمكن تقريبا 8 اغسطس ان شاء الله. فعندك 25 مليون طالب اذا كان في ابتدائي واعدادي وثانوي ورياض الاطفال بيروحوا كل يوم المدرسه اكيد لازم ياخدوا سندوتشات معاهم. 25 مليون طالب وطالبه في التعليم القبل الجامعي دول بمثابه زي ما انا قلت قبل كده بتاع 5-6 دول في العالم، يعني دول كلها كده بعددها يعني. فكل يوم دول بيطلعوا وبيروحوا المدرسة عشان ياخدوا طبعا الجامعات غير الجامعات وهو. بس انا بتكلم على الرقم الحلو الجميل اللي احنا لازم نحفظه كده، وخصوصا ان احنا يعني بنزيد تقريبا ما بين 2 إلى 2.5 مليون مواطن مصري كل يوم، عدد السكان بيزيد يعني بيقل شوية زيادة شوية يعني في الفرنج ده يعني. فعندك كم كبير جدا من المواطنين المصريين اللي بيحب العيش البلدي او الخبز بشكل عام. احنا شعب بيحب الخبز، احنا شعب بيحب العيش البلدي اللي طالع من الفرن كده مولع سخن جميل. ربنا يديكوا الصحة والعافية ويديكوا الصحة يعني، وتاكلوا اكتر واكتر يعني. احنا في مصر حضرتك بننتج من 250 مليون الى 270 مليون رغيف في اليوم. الله اكبر الله اكبر، ربنا يزيد ويبارك يعني. فاحنا شعب بيحب العيش جدا، الخبز بطريقه غير طبيعيه. متهيألي ان مفيش يعني شعوب في العالم بتحب الخبز وبتاكل خبز كل يوم زي الشعب المصري. واكل الخبز ده والبلدي وربنا يديكوا الصحه والهنا والشفاء يعني بيخلينا ان احنا نكون واحد من اكبر، مش واحد، احنا اكبر دوله في العالم بنستورد القمح. احنا بنستخدم تقريبا ما بين 20 الى 21 مليون طن قمح كل سنة، منهم 9 مليون في يعني حضرتك في مجال التموين يعني البطاقة التموينية والمدعم وكده يعني. زائد ان احنا بنحب العيش بقى والخبز البلدي و دايما كمان بنحب السكر. احنا شعب بيحب السكر بطريقه غير طبيعيه. اهالينا اللي في كل مكان في جمهوريه مصر العربيه من الشمال للجنوب من الشرق للغرب كتير قوي بياخد كوبايه شاي ويحط فيها 10 معالق سكر بالهنا والشفا، لكن ده مش كويس يعني صحيا بصراحه يعني. ولا العيش الكتير على فكره صحي، ان احنا الواحد ياكل عيش كتير طول اليوم يعني. والسكر الرهيب اللي احنا بنحطه في كوبايه الشاي، حاول تسأل كده اي حد حواليك من ال 106 مليون مواطن مصري، متهيألي 9 مليون ما بيشربوش سكر كده، متهيألي يعني اللي هم عايشين يعني في بلاد يعني اهلا بيهم في مصر يعني، بس في دول تانية. ايه كمية السكر اللي بنحطها في كوباية شاي قد كده؟ او مج يعني، يا ريته مج حتى صحيح، لو هو مج كبير كده ماشي، انما دي تلاقي في الارياف وفي الصعيد كوبايه الشاي قد كده هو فيها 5-6 معالق سكر. فاحنا شعب بيعشق العيش، ها، اللي هو القمح، ونبقى اكبر دوله في العالم بتستورد القمح، ها، وفي نفس الوقت بنموت في السكر. احنا كل اعيادنا لازم سكر، الكحك وما الكحك والحركات، اذا كان مسلم او مسيحي كلنا بنحب الحلويات والبسبوسه والكنافه بقى والحاجات الحلوة دي اللي في شهر رمضان طبعا. فاحنا واحد من الشعوب العالم اللي بتموت في حاجة اسمها الخبز والسكر. وبما ان مصر واحد من اكبر دول العالم، مش واحد من اكبر، هي اكبر دولة في العالم بتستورد القمح، وزي ما انا قلت
تقريبا بنستخدم 20 الى 21 مليون طن قمح سنويا. فطبعا لما المسؤولين بقى بييجوا يتفاوضوا مع روسيا ولا اوكرانيا ولا بلغاريا ولا تركيا ولا الصين عشان نستورد منهم القمح، فطبعا بنحط رجل على رجل بقى، لان احنا بناخد كميه كبيره جدا، ونتفق على مواعيد توريد القمح ده خلال السنه. خلال السنه حضرتك بناء على التخزين الخاص بالصوامع اللي بتخزن القمح في جمهورية مصر العربية. معلومة أخيرة يعني قبل ما نخش على الأخبار، إن إحنا مصر كانت 2014 قبل تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الأمور في جمهورية مصر العربية، كان عندنا الصوامع بتخزن 1.2 مليون طن، دلوقتي بقت 3.5 مليون طن، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يعني نوصل بإذن الله لخمسة ونص ستة مليون طن بزيادة الصوامع التخزين، عشان يبقى عندنا استراتيجية الخاصة بتخزين السلع الأساسية للدولة المصرية. أنا هستكفي بهذا هذه المقدمة الصغيرة جدا دي، عشان حضراتكم هنتكلم عن هذا الموضوع بشكل موسع حضرتك في الفقرة الرئيسية ليومنا النهارده.